مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. طبعا زي ما عودناكم كل يوم أو كل حلقة بموضوع جديد وحاجة جديدة تهم الناس. طبعا في وسط الظروف اللي احنا عايشينها دي وجائحة كورونا طبعا يعني طبعا كلنا بندعي ان الازمه دي تزول وكده، بس كده ساعات كده في وسط كل اللي احنا فيه ده نلاقي حاجات كده بتفرح. يعني معانا النهارده احد النماذج اللي هي فعلا من النماذج المشرفه، ويا ريت لو فعلا شباب كتير يعملوا زيها كده. هي بنوته لسه في سن صغير يعني، بس ما شاء الله عملت انجازات حلوه. يعني معانا الكاتبه مريم محمد صلاح، اهلا بيكي. اهلا حضرتك، طبعا شرفنا بيكي في حلقتنا النهارده، وعايزين نعرف كده من البداية تحكي لنا كده عن بداية مشوارك. سي انا دايما مع بابا من وانا صغيرة، يعني انا مع بابا دايما في اي مشوار. يعني اول ما ابتديت امشي على رجلي كنت 24 ساعة مع بابا. طبعا بابا اصلا كل شغله بره، ما لوش مكان محدد، فخلاص يعني انا عرفت بقى بيتعاملوا ازاي مع بعض، الناس بتتعامل ازاي، من والدك بيشتغل ايه؟ يعني اعمال حرة اي حاجة. فابتديت بقى افهم الدنيا بره ماشيه ازاي مع الناس، وواحده واحده لا، ما انا ليه ما يبقاش عندي مثلا مشروع او خطط زي الناس دي كلها. يعني الناس دي بتنجح، شفتي الناس دي حواليكي فشجعوكي انك تبقي زيهم. بالظبط. فابتديت بقى اشوف انا جوايا ايه، انا اقدر اعمل ايه. فواحده واحده بقى كان عندي مشروع صغير، كنت عامله مدينه ماليه صغيره كده عند مكتب بابا زمان. يعني لما لقيتها فعلا عملت نجاح كبير والدنيا وظبطت مع الناس والناس حبوها، كان عندي برضو محلات هدايا وكده، ده انا عندي 10 سنين غالبا. ما شاء الله. فخلاص انا خدت خطوه، خدت الخطوه بدري، فحبيت بقى الناس شايفه ان انا في امل، فيها ان انا اقدر انجح، يعني فليه انت لا. شايفه ان اكتر حد شجعك هو باباك. جدا جدا بجد، يعني كان داعم ليا في اي خطوه حتى لو غلط. يعني انا لو بعمل حاجه غلط بيسيبني اغلط عشان انا اللي اتعلم الصح. مع التجربة طبعا تقدري تتعلمي من غلطك وتروحي للأحسن. يعني كان على طول بقى بيشجعك انك تبقي ناجحة، انك تعملي حاجة من وانتي صغيرة. لان انا اصلا شخصية عنادية، فهو لو قال لي لا دي لا دي لا دي غلط، فانا هعاند معاه، لا انت بتقولي غلط ليه. فعلا في تربية الابناء دلوقتي فعلا يعني بتبقى احسن الشخصية اللي هي يقدر ان هو يكون معاكي سياسي او ديمقراطي، ان هو يشجعك ويسيبك تتعلمي في نفس الوقت برضو، يعني يبقى في حريه بس برضو مع مراقبه برضو للولاد وكده. فدي بتجيب نتيجه احسن كتير جدا من بقى الزعيق والعنف والكلام ده. هو لا، انا بابا من الناحيه دي معانا، يعني اصلا الناس بتستغرب علاقتنا ببعض، انت ده باباك، انت صاحب بتكلميه كده ولاده ازاي؟ كده، يعني بتبقى حاجه جدا كويسه جدا. دي حقيقه. طب احكي لنا كده بقى، يعني عملتي ايه تاني بقى؟ بقى ايه الحاجات الانجازات اللي انت شايفه انك عملتيها؟ انا لقيت نفسي في الكتابه اكتر. احنا كان عندنا طقس في البيت كده ان احنا طالما في كتب بيبقى لازم بيبقى في تنافس بيننا كل شهر على مين هيخلص قراءه عدد من الكتب اكتر. فانا حبيت القراءه جدا، فواحده واحده انا ابتدت تيجي في دماغي، طب ما انا ليه ما يبقاش ليا كتاب زي الناس دي؟ انا قرات كتب كتير قوي، فليه ما يبقاش ليا كتاب زي الناس دي وكتاب يتمسك لي واشوف الناس بتقرا كتابي ومتحمسه زي كده، ليه لا؟ فابتديت اشتغل على نفسي اكتر وقرات كتب اكتر وعرفت ازاي طريقه الكتابه. فاول مسابقه دخلتها كانت في المدرسه، كانت تاليف والقاء شعر، كانت قصه والقاء شعر. فلما دخلت المسابقه والحمد لله خدت مركز اول ساعتها، اللي هو ازاي اصلا دي اول مره؟ فلا اتحمست بقى اكتر. الناس كانت مبسوطه بيا ان هي اول مره وطلعت النتيجه دي كلها، فلا انا كملت، وكان كلام الناس ليا هو السبب الوحيد اللي خلاني اكمل في المشوار. يعني من اول مره لقيت دعم فوقف لي، فكتبتي بقى وكتبتي شعر. بالظبط كده. طب ممكن تسمعينا كده حته صغيره من الشعر اللي عملتيه؟ ده زمان قوي. يا مصري يا امي يا بهيه، يا ماليه كل الكون في عيوني، ازاي زعلانة مني وانا في حبك بنزل دموعي؟ بتقولي ما عندكش احساس ومشاعرك جافة، طب ازاي؟ ده انا عمري ودنيتي في كفة وانت لوحدك في كفة، دي شمسك اللي بتدفي قلوب خايفة وهواكي اللي غير اي هوا. انا مهما سافرت واتغربت قلبي من بعادك انكوى، يبقى ما تلوميش. بتلوميني ليه وانا مجبر مش مخير؟ كلامي واحساسي على ارض كفايه عشان ما شاء الله. لا حلو جدا جدا جدا، يعني صراحه يعني لا ان شاء الله يعني ربنا يوفقك كده ويكون ليكي مستقبل حلو. طب بالنسبه بقى للكتابه، الفتي ايه؟ كتبتي ايه؟ زي ما قلت لك انا اول مسابقه دخلتها كانت تاليف قصه قصيره، كانت فكره كانت في دماغي، كانت زي من افكار الكرتون بتاعت زمان دي.
فهي سمعت جدا في الاداره وخدت مركز اول ساعتها. فابتديت بقى انا بحب الروايات جدا. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 18. ما شاء الله. فانا كنت بقرا قصص كتير قوي وروايات كتير، فكان نفسي فعلا اكتب روايه لان انا قرات كتير قوي، عرفت طريقه الكتابه بتتكتب ازاي، عرفت اسلوب الكتابه ابدا ازاي وانهي ازاي، الترتيب بتاع الكتابه انا عرفته، فليه لا، مفيش حاجه موقفاني والفكره كانت عندي. فكتبت، كان اول كتاب كتبته اللي هو محور حياتي، بس ما كانتش عندي الفرصه ان انا انشره، يعني ان هو ينزل معرض الكتاب، دي الفرصه دي ما كانتش عندي. فكتبته وفضل معايا لحد برضو ما جاب كتاب تاني، جاب كتاب تالت، ونزلوا هما ثلاثة مع بعض في معرض الكتاب السنة اللي فاتت. ما شاء الله. لا حلو جدا يعني. طب وقول لنا بقى اسامي الكتب بتاعتك كده عشان يعني لو حبينا نقراها ولا حاجة. محور حياتي، وقيود وفتيات، وبين السحاب. خلاص تمام. لا احنا لازم نقرا الكتب بتاعتك بقى ونشوف الابداع. ان شاء الله. طبعا يعني اكيد واجهتي معوقات كتير في اثناء الطريق بتاعك، بالذات ان انت سنك صغير برضو، فاكيد واجهتي شويه عقبات. ممكن تكلمينا شويه عن العقبات اللي واجهتيها؟ في ناس لما اجي اتكلم معاهم مثلا اتناقش معاهم في شغل معين او في حاجه معينه، يجي يقول انت صغيره، انت فاهمه ايه، انت فاهمه، لو انت سنك صغير. بالنسبه لما اجي اتكلم مع حد كبير مثلا عن 30 سنه او 25 سنه، يجي يقول انت انا بالنسبه له عيله، سنا انا عيله. فلما يشوف دماغك بقى بيستغرب. فلما ابتدي اتكلم معاه انت ازاي فاهمه، بس انا اتعاملت من زمان في الشارع ففاهمه الدنيا. ايه بقى نوعيات الشغل اللي اتعاملتي فيها؟ كتير يعني. انا مع بابا دايما في اي حاجه، انا اشتغلت غالبا كل الشغلانات اللي ممكن تتخيليها اصلا، يعني كل حاجه تتخيليها انا دخلتها عملتها. طب وايه يعني، ايه مين اكتر الناس اللي حاسه ان هم شجعوكي غير باباكي؟ يعني ناس تانية برضو بتحس ان هم شجعوكي من صحابك من معارفك ولا ما فيش قوي؟ لا بصي، هو عيلتي طبعا كلها، ماما وخالته وجد، كلهم، كل عيلتي. ويعني في ناس من صحابي بقى كلهم، يعني الناس اللي اتعرفت عليها في جمعيه رساله، والناس اللي اتعرفت عليها في بلان بي بقى، واصحابي بقى يعني ساره واسراء واحمد وبندا واختي ملك، دي يعني في ركن تاني، وسندس، وفي ناس كتير قوي بقى، يعني دي اقرب الناس ليا حاليا الفتره دي. بس كل حد دخل حياتي عامه ساب فيا اثر او دعمني بكلمه، فانا بشكره ده حقيقي. شيء كويس بشكره. يعني لما تواجهي من الناس او تلاقي منهم دعم كويس، دي حاجه بتشجعك اكتر انك تكملي في طريقك. في نفس الوقت برضو لما قابلتي اكيد مثلا انتقادات او ناس مثلا ايه اللي هي بتبقى فيها شويه غيره او كده، ولا ما قابلتيش النوعيه دي؟ بس هو عامه سكه النجاح دايما كلها معوقات. اللي هو طالما انت نويتي تنجحي فانت مش هتلاقي حد يقول لك كملي انت ممكن تاخدي يعني النقد ده، ممكن في احيانا بيبقى غيره، وممكن في احيان بتلاقي النقد تاخدي منه، حتى لو اللي قدامك ده مثلا مش بيحبك او مثلا في شويه غيره او كده، تاخدي النقطه اللي بيقولها وتستفيدي من نقد عدوك زي ما بيقولوا. ايوه، ما هو المفروض ان الواحد طالما ان هو ينجح، نوى ان هو ينجح، ان هو يقفل ودنه وعينه عن اي حاجه هو يشوفها وحشه، المهم ان هو يكمل عشان يوصل لحلمه. لان انا لو ركزت مع كل واحد وهو بيقول ايه، انا هحبط، مش هكمل. عندك تارجت، عندك هدف ان شاء الله بالزبط. يعني مع السعي وكده تقدري انك توصلي له. طب انت نفسك تبقي ايه في المستقبل؟ يعني ايه الحاجه اللي نفسك تبقيها؟ بصي، نفسك تدخلي، طبعا لسه ما دخلتيش جامعه صح؟ نفسك تدخلي ايه ولا لسه مش مقرره قوي؟ نفسك تبقي ايه، او طموحك انك بعد كام سنه تعملي ايه؟ بصي، انا من ناحيه الكليه دي فانا ما فيش حاجه معينه في دماغي. انا يعني اللي في دماغي لازم اجيب مجموع عالي في الثانويه، ربنا يعيننا طبعا. بس انا حوار الكليه ده ملخبط بالنسبه لي شويه، لان انا مش عارفه، انا ممكن مثلا اكون حاطه امل في مثلا انا اجيب هندسه، مجموعي ما يجيبش، فانا هتضايق. طب انا تعبت. انت مش عايزه تعشمي نفسك بحاجه عشان كده. فهو كده كده انا هعمل اللي عليا، والمكان اللي ربنا هيحطني فيه، فانا خلاص ربنا عايزني في المكان ده، فانا هنجح في المكان ده وباذن الله هعدي. انما انا مش عايزه اعلق دماغي بحاجه معينه، عشان هي لو ما جاتش انا اللي هتاذي في الاخر. طب ما فيش حلم معين في دماغك؟ مش شرط كليه، بس قصدي على حاجه او مشروع نفسك تعمليه او شغل نفسك تشتغليه او حاجه نفسك تحققيها عموما. يعني هو حاجات كتير، اصل انا من الناس اللي بتمل بسرعه، فبحب اعمل كذا حاجه. بتغيري بالظبط، بحب اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. بس في حاجه انا شغاله عليها دلوقتي واتمنى ان هي تحصل، ان انا ان شاء الله ان شاء الله يبقى في فيلم قريب من اخراجي. ان شاء الله ربنا يوفقك. الموضوع انا ماشيه فيه، فاتمنى ان هو يحصل، عشان دي حاجه انا كنت بسعى عليها من زمان قوي ونفسي فعلا ان هي تحصل. يعني
طب يعني انت يعني انت نفسك الاول انك تعملي فيلم وكده في يعني انت ليكي بقى في التمثيل وكده ولا الكتابة بس؟ انا يعني بتحبي تظهري ولا انت اخراج بس؟ هو انا اشتركت في مسرحيتين قبل كده، فلا هو انا بحب التمثيل عامه، بس لا انا مش هدخل المجال. هو انا كان دول كانوا مسرحيتين مسرح فعادي، انما مجال التمثيل نفسه فلا، هو خطوه لسه بدري عليها، او مش انا، مش في دماغك او دلوقتي. مش انا انا انما الاخراج فانا اوريدي اصلا تواصلت مع مخرجين كتير والحوار ماشي يعني. ده حلو ان انتي ماشية في كذا سكة وبتتعلمي حاجات كتير، فده في حد ذاته يعني شيء كويس، بالذات ان سنك مش كبير قوي، سنك لسه صغير، ف يعني ان شاء الله كمان كام سنة كده ربنا يوفقك وتحققي حاجة كويسة. ان شاء الله. وانا انت مين كمان اكتر حد بقى بتعتبريه قدوتك مثلا؟ بابا يعني ايه بابا اكتر حاجة يعني اتعلمتيها منه كشخصية في الحياة عموما؟ ان انا عامل الناس باخلاقي مش باخلاقهم، وان انا اتعامل مع كل واحد افهم دماغه ايه الاول عشان اعامله بتفكيره هو وبدماغه هو مش بدماغي انا، لان مش كل الناس هتفهم دماغي وتفكيري. مش كل الناس طبعا هتقدر تفهم دماغك، يعني لازم الناس تتقرب منك شوية عشان تفهمك، لا هو عامة بس انا في ناس بتقدر تفهم اللي قدامها من مثلا من التعامل الأول، حسب بقى الذكاء الاجتماعي بقى زي ما بيقولوا كده. ما هو دي برضه حاجات بابا معلمها لي، ان انا افهم اللي قدامي بسرعه ده تفكيره ايه دماغه ايه عشان اعرف اتعامل معاه واعرف اوصل له اللي انا عايزه اقوله له، بس بطريقته هو عشان يسمعني ويفهمني صح. مش انا لو انا دلوقتي مثلا نفترض مثلا انا اسلوبي اللي هو ايه كده رخم قوي بقى اللي هو امر ما فيش اي نقاش فيه، فانا لما اجي اكلمك كده انت هتتضايقي مني، ده اسلوبي انا، بس ده مش اسلوبك اللي انت بتسمعي بيه، فانت هتتضايقي مني. كل واحد بيبقى له مدخل معين تقدري تدخلي له بالظبط منه. كده بقى، ده لازم نعرف السنس ده عشان ندخل منه. يعني لازم كل واحد كده تعرفي ازاي تتعاملي معاه ازاي، لان الشخصيه دي تختلف عن الشخصيه دي. انت برج ايه يا مجد؟ الصور غالبا يعني مش عارفه بهتمش ما بالحاجات دي. بتهتميش قوي بقى بالابراج والحاجات دي، اصل في ناس بتلاقيها تهتم بالحاجات دي شويه مثلا عشان الصفات طبعا، يعني كمجرد في ناس بتهتم بيها يعني بقى الصفات المتشابهه الكلام ده، بس مالكيش قوي في الحاجات في دي. ناس بتعبد الحاجات، في ناس حرفيا انا بشوف، انا ليا صحابي بيستنوا الحاجات دي تنزل ولا هم مؤمنين بيها بطريقه لا يمكن تتخيليها، عارفين لو انتوا بتعملوا في نفسكم كده هي ليه بتبقى ما فور مكتوب فان لكم بس مش هتاخدوه. اكتر يعني. ايوه بس يعني في ناس بتاخدها فور فان بس، ان الواحد يؤمن بالحاجات دي لدرجه انها تحركه، لا مش للدرجه دي أو لا يعني. في ناس كده، في ناس من كتر ما هم لا خلاص انا قرات النهارده في برج كذا فده اللي هيحصل لي، فهتفضل قاعده بقى مستنيه اللي مستنيه اللي قراته، هيحصل فاللي هو لها ده. انت لو كان مكتوب مثلا هيحصل لك كوارث حاجه تخاف تنزل من بيتها اصلا عشان ما يحصلهاش الكوارث دي، فاللي هو ازاي؟ ما هو هو كده 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 المكتوب لك المكتوب هتاخديه حتى لو المكتوب فين هتشوفيه. هتاخديه. طب قولي لي اسامي كتب قراتيها كده. كتير قوي انا قرات كتب دكتور ابراهيم الفكي وكتب الموسوعه وروايات بقى كتير قوي، مش بقى يعني روايات الرجل المستحيل كنت بحبها جدا، وعبير روايات اسمها عبير وبداية ونهاية الأصلي ده قرأت الأربع أجزاء بتاعته، وإيه تاني كتير قوي بقى بصراحة مش طب فاكرة وايه اكتر أسامي. حاجة في دول اكتر كتاب حبيتيه وأثر فيكي؟ هو دكتور إبراهيم الفكي الكتب بتاعته حاجة تانية طبعا بالنسبة لي. حاجات. دي طب الكتب وايه اكتر حاجة استفدتيها من الكتب بتاعته او اكتر حاجة يعني عجبتك في اللي قريتيه عموما؟ نار إصرار بقى يعني كتبه دايما فيها الكوتس بتاعته او الحكم بالظبط بتبقى اللي هو بتديكي لا اصرار او كملي انت هتنجحي انت هتوصلي، فالاصرار بقى طب وكده. فترة كورونا اللي هي الفترة الحالية أو الفترة اللي فاتت شوية، طبعا احنا لسه بس يعني الناس بتحاول تتعايش مع الوضع، يعني أثرت فيكي بشكل سلبي ولا ما أثرتش فيكي بشكل سلبي؟ يعني ما هو كل حاجة لها سلبيات وإيجابيات، هي هي أثرت علينا كلنا بالسلب، طبعا. بس أنا يعني عادي كده كده هل أصلا الفترة دي كده كملي الأول كده كده؟ كده كده الشغل دلوقتي اغلب الاشغال ماشيه دلوقتي عن طريق الاونلاين، فدي فتره كانت كويسه جدا على الناس اللي اصلا شغلها اونلاين، اللي هو خلاص كله دلوقتي اونلاين فانت هتشتغله هتعمله حاجه، فالاونلاين كان مفتوح لكل الناس، انت تقدر تدخل دلوقتي تشتغل اي شغل انت عايزها اونلاين وانت في بيتك، وهيدخل لك دخل وهتعمل هتحقق كارير ليك وهتمشي يعني طب هتنجح. وايه يعني هل في نتائج ايجابيه جت عن طريق الفتره دي؟ في ناس في فتره كورونا دي على قد السلبيات برضو اللي اتعرضت لها، بس استفادت حاجات مثلا، اتعلمت حاجه جديده، قريت حاجه جديده، اي حاجه استفادتها معينه، هل الفتره دي قدرتي انك تستفادي فيها او تستغليها بشكل ايجابي ولا ما؟ هو في ناس تخنت ناس خست يعني. لا هو انا الفتره اللي فاتت كلها كنت شغاله على الفيلم اللي قلت لك عليه اللي هو ان شاء الله يبقى من اخراجي قريب،
فانا كنت 24 ساعه قاعده بقى برتب الافكار عشان الفيلم يطلع بطريقه كويسه. وطبعا كتب دي شيء اساسي، كنت بقرا كتير جدا، كنت برتب برضو الكتب الجديده بتاعتي بقى، وده غير البرامج بتاعت الراديو، فحاجات كتير بقى. كلمينا شوية بقى عن البرامج بتاعت الراديو. انا دخلت في 2 راديو اونلاين، راديو الندى وراديو حكايات. كان راديو الندى برنامج يا محاسن الصدف، راديو حكايات كان برنامج اسمه حكايات بنات. وحاليا انا بحضر لبرنامج في راديو في السكه، يعني اخدت الكورس وان شاء الله البرنامج قريب. فمجال الراديو ده مجال تحفه قوي قوي انت قوي حابه يعني حابه جدا، انت بقى في الالقاء وكده حابه الموضوع. حلو جدا جدا، يعني بحس ان انا عادي كاني بتكلم عادي بس باسلوب اللي هو ايه يعني، لا هو حلو. تقدري تطلعي بقى كل اللي انت عايزه تتكلمي فيه، وتطلعي تقدري توجهي صوتك للناس، او في رساله معينه مثلا بتبقي حابه توجهيها للناس، او حاجه نفسك توصليها. انا عايزه اقولهم بجد ان السن ده مجرد رقم، احنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي من ايا صغر كان الناس. سنك. ما فيش يعني، في ناس بتبقى تقليديه جدا، تستنى تخلص وتخلص جامعه وبعدين تبدا تدور على شغل، وبعدين مع ان ممكن يبداوا من سن صغير ويعرفوا يوفقوا بين الدراسه والشغل او التدريب والكلام ده. طب انت قدرتي بقى تعملي الكلام ده؟ قدرتي توفقي بين دراستك وبين مثلا شغلك وكده، ولا حسيتي ان شغلك اثر على دراستك مثلا بالسلب؟ انا من الناس اللي هي لو ما اشتغلتش ممكن اموت، يعني اللي هو طول ما انا بشتغل وعندي ضغط شغل تلاقيني عادي بقى في بقيه امور حياتي فل جدا، بس اهم حاجه عندي الشغل. يعني هو دراستي مهمه وكل حاجه، بس طول ما في شغل، طول ما في بقى عقل للدراسه بقى وروقان وكده، انا دي حاجة بالنسبه لي الشغل كويسة ده حاجه جدا، لأن كويسه. يعني الشباب عموما في فترة المراهقة بيبقى عندهم طاقة كتير يعني، وطبعا دلوقتي يعني في وقت كتير بيبقى عندهم، بيبقى في حوالينا السوشيال ميديا كتير، في يعني بدل ما بعض الشباب ممكن ان هم يستغلوا الطاقة دي في مثلا في حاجات ملهاش لازمة، او في حاجات سيئة او كده، لو قدروا ان هم يوفروا بعض وقتهم ده ان هم يتعلموا حاجة جديدة جنب الدراسة، يشتغلوا حاجة، يعملوا حاجة بالطاقة اللي جواهم دي، طبعا يبقى افضل كتير، هي السوشيال لان هم ميديا جواهم طاقة كتير وحاجات، وعايزين يطلعوا الطاقة اللي جواهم، يطلعوا مواهبهم، يعني يطلعوا اللي جواهم. فلو ما استغلوهاش صح، هتلاقي بقى بيركزوا في اي تفاهات، في اي، يا اما هيضيعوا الوقت ما يعملوش حاجة، فده شيء كويس جدا يعني. هي السوشيال ميديا عامة فيها برضو السلب، بس اللي هو ايه، انا لو داخل السوشيال ميديا عشان انا استفيد فيها هستفيد، انما لو داخل طبعا هلس السوشيال وكده ف ميديا يعني اي حاجة ليها الجانب الايجابي والجانب السلبي. السوشيال ميديا زي ما ليها جانب سلبي، ليها جانب ايجابي، تقدري عن طريقها تشتغلي وتتعلمي، وبرضه ترفيه وتتسلي وكل حاجة بشكل ايجابي يعني، لان كل حاجة، مفيش يعني كل حاجة نقدر نستخدمها في الوحش وفي الكويس. ايوه دي حقيقه. يعني انا واحده من الناس مثلا ان الجوجل او السوشيال ميديا عامه بتنفعني، ان هو في كتب انا مثلا مش عارفه اشتريها بس بسمع عنها ان هي كويسه ومفيده، فانا تقدري بدخل تنزليها بقى بالظبط. فانتوا كل وتلاقيها حاجه على في النت. ايدكم، فسهل نقرا، سهل نتعلم عن النت عادي برضه السوشيال ويستخدم. ميديا فادتنا جدا في جائحة كورونا دي شوية، لأنه يعني أشغال كتير جدا قدرنا إن احنا يعني نتابعها من البيت ونشتغلها من أونلاين وكده. لو ما فيش سوشيال ميديا كانت كان كانت الوضع هتبقى بقى في كارثة. مختلف. كانت بقت كارثة طبعا، لأنه لكن دلوقتي الناس تقدر إن هي تتابع كل شغلها وتشتغل، حتى برضه المدارس الجامعات كده بقى في كلاس اونلاين، وبقى في يقدروا برضو يتابعوا دراستهم، يشوفوا الشرح المواد اللي عليهم، فطبعا فادتنا كتير بالذات في الفترة دي كمان. هي ما انا قلت لك ان كل الناس اصلا، يعني الفتره قبل الكورونا على طول كانت كل الناس تقول لك اونلاين، ايه بقى انا اشتغل اونلاين وبتاع، لا ما مش اللي هو ايه، دلوقتي بقى بعد الفترة دي الناس بقى عندها ثقافة بتدور على ان هي الاونلاين، تشتغل الناس اونلاين. بقت بتدور حرفيا. يعني تلاقي الناس عندك شغل اونلاين، طب عندك مش عارفه ايه، لا انا عايز اونلاين، فالناس ما بقتش عايزه تنزل. يعني في الاول كانت تقول لهم ده اونلاين، لا ده نصب، لا ده مش عارفه ايه، لا ده الناس ما زمان بتشجعوش الناس كنت تحسي ما عندهمش ثقافة ان هم يجربوا حاجة جديدة، ما عندهمش بالظبط. ثقافة ايه الموضوع ده مثلا، لسه يعني حاجة مثلا شغل اونلاين مش عارف ايه كده، لا ده ممكن يطلع نصب، ده يطلع مش عارف ايه، ده لسه هنشوف حاجة جديدة. لكن دلوقتي الناس لما اضطرت تدخل في مثلا في وقت كورونا وكده، الناس اضطرت انها تشتغل اونلاين، الناس اضطرت انها تعمل كذا، فاضطروا انهم يجربوا حاجات جديده ولقوا ان هي مفيده وكويسه يعني. هو اصلا فعلا يعني شغل الاونلاين ممتع
بس لازم الواحد برضو ما ينجرفش ورا اي حاجه، يعني يتحقق من الحاجه اللي هو بيشتغلها دي تبع ايه، ده ايه، لان برضو في للاسف ناس كتير بتسيء استخدام برضو الانترنت. بصي، هو انا عامه زي ما قلت لك، انا كمريم انا ما بقولش، ما بمشيش مثلا لو حد قال لي دي غلط غلط ليه، ما انت لا، ما انا لازم اجرب انا الحاجه بنفسي اعرف فعلا هي غلط. ما طبعا. ممكن يكون غيري مثلا تفكيره غير تفكيري، انت مثلا دخلتي المجال ده ما نفعتيش فيه، بس انا ممكن لما ادخل انا انفع فيه. ما هو انت غيري خالص. لو انا مثلا جيت دخلت شغل اونلاين، سمعت 100,000 واحد بيقول لك ان الشغل ده وحش او ان الشغل ده نصب، بس في واحد بس بيقول لك ان الشغل ده حلو، فانا خلاص انا عايزه اجرب، هجرب، همشي ورا الواحد، انا هجرب. ما ممكن فعلا يكون ال 100 واحد دول اغبياء، وده الوحيد اللي ذكي اللي عرف يمشي في الكلام ده، اللي عرف ينجح في الشغل ده، فانا ليه ما اجربش؟ ليه ما انا ممكن اكون بقى التانية بتاعت الشخص الاولاني اللي نجح في الكلام. انا ايوه، مش لان لازم، كل واحد ربنا ده موهبه، يعني ممكن ان انت مثلا تكوني ناجحه في حاجه غيرك مش ناجح فيها، او ناجح في حاجه انت مش حباها مش ناجحه فيها وكده، يعني لان كل واحد بيبقى في حاجه مميزاه. ايوه بالظبط، يعني خلاص غيرك نجح في المجال ده، انت لو حابب المجال هتنجح فيه، غيرك فشل في المجال ده انت برضو لو حابه هتنجح فيه، مش عشان هو فشل انت هتفشل، مش فلازم عشان هو تبقي نجح حابه انت الحاجه اللي تنجح. بتعمليها بالظبط عشان تقدري تبدعي فيها، ما تبقيش بتعمليها جاست ان هي اداء واجب وخلاص، والشغل رايح مش الشغل جاي مش الشغل. لو بتعملي الحاجه فعلا بضمير وحابه اللي انت بتعمليه، هتقدري انك تطلعي نتائج كويسه. بالظبط. انا يعني حب الحاجه عشان تعرف تطلع فيها اكبر، حب ما يعني تعمل حتى بالظبط. تعمل ما تحب. او الواحد اصلا عامه لما بيحب الحاجه بيطلعها باجمل صوره ممكن تتخيلي. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، فحابة توجهي شكر لمين كده قبل ما نختم؟ يعني لكل حد في حياتي بجد شكرا لوجودكم، وشكرا لدعمكم ليا وكل كلمه قلتها لي، وشكرا لبابا والماما والاخواتي كلهم، عشان يعني دول سبب اي حاجه انا وصلت لها في حياتي. شكرا ليكي. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا، واتمنى فعلا كل الشباب تقدر تفكر بشكل ايجابي وتعمل حاجة كويسة في حياتها. واشوفكم في الحلقة الجاية من برنامجنا حواديت مصرية.